انا اسمي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول انا اسمي ميس امال محمد، للناس اللي ما تعرفنيش. احنا هنا في اكاديميه جينيوس، والنهارده ان شاء الله ليله الاختبار بتاعكم بتاع الدين، فاحنا دين اسلامي، فاحنا ان شاء الله كده هنراجع على المنهج كله. كل اللي انا طالباه منك حاجه واحده بس، افتح كتابك معاك قلمك في ايدك، بتخطط معايا على اكتر الحاجات المهمه اللي ممكن تجيلي في الامتحان. بالنسبة للكل طبعا، معلش انا هقفل المايكات عشان اقدر اخلص المنهج. لو عندك اي سؤال السلام عليكم. على الشات، عليكم السلام، عندك اي سؤال بتبعته لي على الشات عشان اقدر ان انا اعرف. اي سؤال بخاص بحاجة في الدروس بتاعتنا ممكن تكتبه لي وافتح لك المايك عادي واللي انت عايز اقوله. بس انا قفلت الصوت معلش عشان الناس الجديدة اللي داخلة معانا ما تعرفش النظام عاملة ازاي. رقم اتنين عشان اقدر اخلص المنهج كله. نقول بسم الله كده نتوكل على الله، يلا بينا. أول درس عندي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله. طبعا الإيمان بالله هو الركن الرابع من أركان الإسلام، أركان الإيمان قصدي، وأركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5. أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إنما أركان الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من ضمن الستة دولت الركن الرابع عندي إيمان بالرسل. أنا مؤمن بأن الرسل كلهم جم برسالة واحدة وهي توحيد الله، وكل الأنبياء والرسل على الإسلام. ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام، ما ينفعش أقول ده النبي ده مسيحي والنبي ده يهودي، لا، كل الأنبياء والرسل اللي ربنا أنزلهم واللي إحنا نعرفهم واللي ما نعرفهمش نزلوا برسالة واحدة وهي دين الله الإسلام. هو دين واحد ما بيتغيرش، لكن اختلفت الشرائع. الشرائع اختلفت، كل قوم كان ليهم شريعة معينة خاصة بيهم غير القوم التانيين. هنيجي نرجع نقول إن كل الأنبياء والرسل إحنا مؤمنين بيهم. ما ينفعش إن أنا أقول لا ما قابلش سيدنا عيسى ده مسيحي، الكلام ده غلط. انا مؤمن بكل نبي ربنا سبحانه وتعالى انزله سواء انا اعرفه او ما اعرفوش، ومؤمن ان هم ادوا امانتهم، ان هم وفوا رسالتهم. يمين ان نؤمن بكل ما جاء في القران والسنه من الاخبار عنهم والمعجزات، ومؤمن بان سيدنا محمد اخر الانبياء، ما فيش نبي بعده، خلاص كانت انتهت الانبياء على كده والرسل. ايه مهمتهم؟ دعوه الناس لعباده الله، ويدلوهم على الخير ويبعدوهم عن الشر، ويقول لهم ربنا عايز منهم ايه من الاوامر وايه اللي ربنا نهاهم عنه ما يعملهوش. طيب هل ربنا اصطفى من الملائكه رسلا؟ لا، ربنا اصطفى من البشر رسلا، عشان لما يقول لهم اعملوا سووا عبادات ما تقولش لا ده ملك يا رب انا ما اقدرش اعمل زيه. لا، ربنا خلى الرساله من البشر عشان لما يامرهم بحاجه ما يكونش عند الانسان حجه ان هو ما يقدرش يعمل اللي ربنا امره بيه. عندنا حوالي 25 نبي ورسول اتذكروا عندنا في القرآن، من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. ربنا سبحانه وتعالى كان بيدي زي تأييد لكل نبي إن هو نبي من عند ربنا، أو معجزات. كلمة معجزة دي يعني حاجة من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا بيديها للنبي أو للرسول عشان يكون دليل حسي ودليل هو قدامهم مادي ان هو نبي من عند ربنا وان هو مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. كان بيدي ربنا المعجزه لكل نبي على حسب اللي بارع فيه قومه. يعني مثلا سيدنا موسى كانوا مشهورين بالسحر، فربنا عطاه له الحته اللي هي المشكله اللي هي العصا بتتحول لتعبان. كان سيدنا محمد قوم سيدنا محمد كانوا مشهورين في اللغه العربيه والبلاغه، فربنا ارسل عليهم القران. ولكن في حاجة يعني غير بقية المعجزات، معجزة سيدنا محمد باقية، يعني هتفضل معانا لغاية يوم القيامة وبعد كده في الجنة حتى هنقرأ قرآن. إنما كل نبي ربنا أرسل له معجزة، معجزته خلصت بموت النبي، عشان كده بيدل على قد إيه عظمة ومكانة النبي عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب مين هو سيدنا محمد؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين، رسالته كانت عامة للإنس والجن، ربنا حفظ معجزته إلى يوم الدين. ممكن أي معجزة كانت تتبدل أو تتغير بموت النبي أو الرسول، ولكن سيدنا محمد معجزته باقية. ربنا ما أقسمش بحياة أي حد من البشر إلا سيدنا محمد، وقال لعمرك
يعني اصلا حلف بعمره صلى الله عليه وسلم، وان ربنا بعث النبي بعديه تاني. طب كل المكان الحاجات دي بتخلينا نعرف قد ايه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا اذا الايمان والتصديق، وان احنا نتبع النبي مش عشان احنا بنعبد النبي لا، ولكن ارضاء لوجه الله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى احنا اتباعنا ده عشان احنا بنحب ربنا. نكمل ثانية واحدة بس، ايه عشان الدرس التاني ربنا بيتكلم سوي، او الدرس بيتكلم عن قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل عن بقية المخلوقات عشان نقدر ندرك كل حاجة حوالينا. وان عن طريق العقل قدر سيدنا ابراهيم ان هو يدعو قومه، فرفض عبادة الكواكب والنجوم وقعدوا يحاورهم محاورة فيها أدلة عقلية حسية مادية ملموسة، وقال لهم إن فعلا إن اللي خلق الكون ده إله إيه؟ إله واحد. طبعا عارفين الآيات. الدرس اللي بعده أنا بحاول أجيب النقاط المهمة. اسم الله الهادي سبحانه فهو الذي يهدينا جميعا إلى ما فيه الخير، وطبعا عندنا بنقولها اهدنا الصراط المستقيم في كل وقت. ايه بس المشكلة ان انا بحاول احط البارتسمنت دي على جنب. المهم ماشي اوكي تمام. طبعا هنا عندنا سورة الفاتحة، وطبعا بيقرأ الانسان المسلم في اليوم والليلة 17 مرة على الاقل، وكلها بيبقى فيها هدايا. بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يهدينا الى الصراط الايه؟ الى الصراط المستقيم، اللي هو طريق الايه؟ طريق الصح او الدليل اللي هو الاسلام يعني. درس خفيف. سورة الطارق طبعا مهمة قوي. اهم حاجة في سورة الطارق نعرفها ان هي طبعا ترتيبها في المصحف سورة مكية تتناول حفظ الإنسان، حفظ الملائكة للإنسان، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نتدبر قد إيه إن ربنا خلقنا إزاي. سورة جميلة جميلة، والمعاني بتاعتها المفروض نحفظها طبعا، نكون إحنا حافظينها أصلا، الناس اللي شغالين معايا طول السنة. وده بيدل على أهمية إيه السورة، وإنها في نزلت في مكة. وكلمة الطارق مهمة، والمعنى بتاعها النجم الذي يطلع ليلا ويختفي نهارا. ادي كده الصورة خلاص. الإدغام، الحكم بتاع الإدغام احنا خدنا قبل كده الإزهار او عدى عليكم الإزهار، اللي هما 6 حروف همزة وهاء عين وحاء غين وخاء. بيكون بقول أن أن إن، بقول النون عادت فيها أو التنوين. إنما الإدغام بيتكون في كلمة أو حروفهم بيتكونوا في كلمة يرملون. الإدغام ما ينفعش يكون في كلمة واحدة، الإدغام بيكون في كلمتين، كلمة وراها كلمة، كلمة وراها كلمة. رقم 2 أنواعه، في نوعين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. يعني إيه غنة؟ إن أنا أطول أعمل صوت كده بيخرج من حاجة اسمها الخيشوم اللي هي جوه مناخيري بمقدار حركتين، صوت كده بعمله. طيب الصوت دوت بعمله إمتى يا مس؟ قال لي لما يكون عندي الكلمة اللي عليها تنوين في آخرها أو نون ساكنة اللي بعدها بيكون أول حرف فيها يه أو نون أو ميم أو واو. أقول من يعمل ولي ولا نصير، عملت إيه؟ إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرف واحد مشتت. الإدغام بغير غنة في اللام والراء، فبقول إيه؟ مر ربهم، مر مفيش نون، مر هدى للمتقين. ما وضحتش الايه الهدى، تنوين يعني. السير والشخصيات، الدعوة الجهرية، النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعو الناس إلى الإسلام سرا ل3 سنين لغاية ما بلغ عدد المسلمين 60 مسلم. نركز قوي على الحاجات دي. دعا النبي قوم بني هاشم وكان على رأسهم أبو طالب وأبو لهب، وقال إن ربنا سبحانه وتعالى أيده يعني بدي من عند ربنا. تعهد أبو طالب بحماية النبي، صعد على جبل الصفا سيدنا محمد
ودعا معشر قريش أتوا كلهم وقال لهم إن هو نبي من عند الله. فقال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. فكانت دي دعوة على الرسول بالهلاك والخسران وكل كل يعني 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 سيدنا أبو طالب زعل من الكلمة دي. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه وقال له، نزلت سورة المسد اللي هي: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم جاء أمر ربنا سبحانه وتعالى بأن يجهر بالدعوة دون خوف. فزاد عدد المسلمين بعد جهر الدعوة، فزاد عناد قريش طبعا، وأذوا الصحابة وأذوا المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة للحبشة، وكان ملكها اسمه النجاشي، وكان نصراني مسيحي، وكان لا يظلم عنده أحد، كان بيؤمن بأن ربنا أنزله فعلا، وكان يعني بيتبع ما أقصاه الله سبحانه وتعالى. كان ممن هاجر للحبشة سيدنا عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد عذاب بقى اللي باقي من المسلمين في مكة لغاية ما جه أسلم حمزة، وبعدين أسلم عمر. فبقى يطلعوا هما الاتنين كده والصحابة يخرجوا وراهم، ما كانوش بيخافوا منهم. فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أول ما أسلم سيدنا عمر وسيدنا حمزة المسلمين ما بقوش يخافوا، كان قبلها يا عيني بيتأذوا، لكن سيدنا عمر وسيدنا حمزة كانوا أقوياء جدا. عشان كده كان إيه يعني، كان بيتعمل لهم حساب. الدعوة الجهرية زاد بقى غضب المشركين أكتر وأكتر، فقالوا نعمل إيه؟ نقاطعوا النبي. حصرهم في حتة اسمها شاب أبي طالب. وبالفعل قعدوا 3 سنين هناك، ما كانش في أي حد بيكلمهم، ما حدش بياخد منهم أكل، ما حدش بيتجوز منهم، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى سلط زي حشرة كده دودة الأرض تاكل الصحيفة دي اللي كانوا معلقينها جوه الكعبة، ما تبقاش منها غير كلمة بسمك اللهم. اتفك الحصار، ولكن شدة الحصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لمحنتين من أشد المحن اللي مرت عليه: فقدان عمه أبو طالب، بعدين موت السيدة خديجة، فسمي هذا العام بعام الحزن. ولكن كلمة عام الحزن دي من الحاجات الضعيف إسنادها، يعني مش يعني مش شرط، يعني في بعض الصحابة نهوا الكلمة دي، بعض قصدي اللهم صل على محمد، بعض العلماء ما قالوش قالوا الكلمة دي، لا ما فيش حاجة اسمها عام الحزن، بس احنا في الكتاب عندنا مكتوب عام الحزن. استسلم النبي؟ لا ما استسلمش. خرج راح فين؟ راح الطائف، مهم قوي الحتة دي، وتبعد عن مكة بحوالي 100 كيلو. كل الحاجات الصغننه دي مهمة قوي. كان فيها قبيلة اسمها ثقيف، قعد 10 أيام فيها يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو أهلها للإسلام. حرضوا عليه السفهاء، طردوه وضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم لغاية ما الدم بقى يسيل من ايده من وشه من رجله. خرج حزينا، راح ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليه سيدنا جبريل ومعاه ملك الجبال، وقال له: لو انت عايز دلوقتي أخلي الجبلين يتطبقوا عليهم ويموتوا كلهم. لكن النبي رفض وقال له، قال له فعلا رحمة، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن به. ودي تعرف قد إيه إن ما انتقمش لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إيه؟ أنا مؤمن باللي ربنا قال عليه. نفسي يطلع منهم اللي يقول لا إله إلا الله. الوفود بقى من قبيلة العرب كان بتيجي مكة كل سنة عشان تحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يخرج القبائل دي، وكان ايه يحاول يدلهم ويرشدهم للاسلام. فمره من المرات عرض على افراد، فامن واحد اسمه ابو ذر الغفاري وطفيل بن عمرو الدوسي. وكان بيخرج ليلا، وفي احدى الليالي كان في 6 شباب من يثرب من المدينه سمعوا من اليهود اللي عايشين معاهم هناك ان في نبي هيخرج في اخر الزمان. فلما سمعوا النبي عرفوا ان هو ده النبي اللي قال عليه اليهود، فامنوا واسلموا. رجعوا بقى ليثرب وكانوا من الناس العاقله، فبداوا بنشر الاسلام داخل يثرب. فما فيش بيت في يثرب الا وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الدرس الثالث، سيدنا صالح ارسل الى قوم اسمهم قوم ثمود. يقول لك: والى ثمود اخاهم صالحا. لازم اعرف مين اسمه ايه النبي اللي ربنا ايه ارسل لثمود.
ثمود كانوا بيسكنوا حتة اسمها منطقة الحجر شمال غرب المدينة، وربنا أنعم عليهم بقوة كبيرة، وكان يعني اسمهم كبير كده وطوال وأقوياء، حتى إن هم كانوا بينحتوا الجبل، يعني الجبال كانوا ينحتوها كده عشان يعيشوا جواها من كتر طولهم وعرضهم، حاجة حاجة كبيرة أوي. المهم ما اتعرضوش بهلاك، كان في قبلهم قوم عاد تم هلاكهم لأنهم لم يؤمنوا بالرسل وهلكوا بإيه، بالريح الصعبة، لكن هما ما اتعظوش. عاش النبي صالح بين قوم عاش النبي صالح بين قوم عاد، وكان يتصف بالإيه، بالحكمة وسداد الرأي، وكانوا يستشيرونهم في جميع الأمور. المهم اتهموا بالكذب، ففي عندي هنا ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليه معجزة. المعجزة دي كانت ناقة خرجت من الجبل، وكانت الناقة دي ناقة ضخمة، فقال لهم تشربوا من المية يوم وتاخدوا، وهي ما تشربش، وتاخدوا يوم هي تشرب ويوم انتوا تشربوا. ولكن خلفوا أمر سيدنا صالح وقتلوا الايه الناقة العظيمة دي، فبشرهم وقال لهم ان بعد 3 ايام ربنا هينزل عليكم العذاب، ما تعظوش. لكن بالفعل ربنا انزل عليهم الصيحة، صيحة صوت قوي جدا، اماتهم كلهم، كل من كفر بالله، ولكن نجا منها سيدنا ايه سيدنا صالح. نيجي للدرس اللي بعده. العبادات هنا في صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، ربنا فرض صلاة الجماعة على كل مسلم، هي تاني أركان الإسلام، أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة. صلاة الجماعة بتكون أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب27 درجة. يشير إن في الحديث النبوي إن صلاة الجماعة بتكون مهمة جدا. طب يعني إيه إمام؟ يعني إيه مأموم؟ الإمام اللي هو الشيخ اللي بيصلي، والمأموم اللي هم ورا الشيخ اللي بيصلي. في بعض الأحكام إن هما مثلا لو كانوا 2 بيقف الإمام جنب المأموم، لو كان أكتر من 2 بيقف وراه. يجوز الست إن هي تكون إمام ولكن بتقف وسط الصف، يعني هي بتكون في النص كده ويكون على صف واحد. لازم الناس تسوي الصفوف، ما يكونش فيه فروقات بيننا وبين بعض، تمام، إلا في حالة الأوبئة طبعا. يجب على المأمونين إن احنا نتابع الإمام، يعني يعمل هو بيعمله نعمل هو بعديه، ما نعملش قبليه ولا نعمل معاه، يعني هو يقول الله أكبر احنا نقول الله أكبر، مش نعمل معاه ننزل معاه أو نصلي معاه، لا لازم هو يقول الأول وبعد كده هنعمل، ده الاتباع. لكن اللي أنا سابقه أعمل قبليه، ولا أنا أكون ماشي يقرأ معاه أو الكلام ده كله، لا. كمان جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته. درس برضك جميل وسهل كده. الدرس الأول، آداب المسجد. الصلاة في المسجد لها فضل عظيم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها، من ضمنها إن ربنا بيغفر ذنوب العبد ويمحوها، فإذا توضأ فأتم الوضوء ثم ذهب للمسجد غفر الله له ذنوبه. صلاة الجماعة في المسجد لها فوائد كتيرة، بنتعود على الالتزام في الصلاة في وقتها، بيتعرف فيها المسلمون، بيتفقد المسلم أحوال الفقير والمريض، ويبقى فيه مؤاخاة بينهم من بعض، بنقدر نتعلم قد إيه نحافظ على الوقت، وبيحدث مساواة وألفة بين المسلمين. من آداب المسجد برضك إن إحنا نلبس ثوب نظيف ونتعطر، وده للرجال بس مش النساء، النساء ما ينفعش تتعطر. الست ما ينفعش تحط برفان وهي خارجة من بيتها، لا يمكن، عشان ما حدش يأذيها. ما ينفعش أمسك البرفان أنا كبنت أو كست وأفضل أبخ بخ عشان يبقى ريحتي حلوة، والدنيا صيف يا ميس والدنيا حر وفي ريحة عرق على راسي من فوق كلامك. ممكن تحطي أي حاجة جوه الهدوم بحيث إن ما حدش يشمها، ما عديش على حد وحد يشمها مني. لكن لو أنا حطيت برفان بقى بطريقة صعبة كده، لا لا يجوز، عقابه وحش جدا عند ربنا سبحانه وتعالى.
أدخل المسجد وأقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لكن وأنا خارج بقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم نسألك فضلك، اللهم عصمني من الشيطان. من آداب المسجد الجميلة ديت. نيجي للصيام، وما يكره للصائم وما يباح له. طبعا الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، فرض على كل مسلم عاقل بالغ. حط تحتها خط دي ليه أركان. أركان الصيام يعني لو ما اتعملش الصيام ما ينفعش ما يتقبلش. إيه هما؟ مس النية والإمساك عن الأكل والشرب. إن أنا ما أكلش ولا أشرب وفي نفس الوقت عندي نية، نيتي إن أنا صايم لوجه الله سبحانه وتعالى. طب إيه اللي يبطل الصيام؟ حاجتين، آكل أو أشرب عمد، أنا متعمد وعارف إن ده حرام وآكل، أو إن الإنسان يستقيء يعني يطلع اللي في معدته برضك عمد. طب لو كلت أو شربت وأنا ناسي، عادي أول ما يفتكر يوقف أكل أو الشرب ويكمل الصيام، وما عليهوش قضاء، ما يعيدش اليوم يعني. إن ربنا اللي أطعمه وربنا اللي سقاه. عندي هنا الجزئية التانية، من يباح له الإفطار؟ المريض أو اللي على سفر يباح له الإفطار، كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام إيه أخر. ولكن المرض اللي هو لو هو صام هيزيد التعب عليه، مش مثلا واحد عنده شوية صداع يفطر، لا انا عندي مرض لو انا صمت هيزيد الالم، هيزيد الوجع، هيزيد الهلاك. والسفر لما يكون سفر كبير، مسافر مسافه 83 كيلو ونص، 83 كيلو ونص، 3 كيلو متر، لو مسافه بعيده، لو المسافه دي ممكن يبيح للانسان ان هو ايه، ان هو يفطر. بس طبعا ربنا قال وان تصوموا خير لكم. طب ايه المباح للصايم؟ مباح للصايم ان هو طبعا يكون فيه سباحة عادي بس ما يدخلش المية في زوره، يباح المضمضة ولكن دون مبالغة او الاستنشاق. الزكاة والصدقة، وايه الفرق بين الزكاة والصدقة؟ مهمة قوي. الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي فرض، انما الصدقة لا مش فرض. طب امتى طلع الزكاة؟ ليكون واحد معاه فلوس والفلوس دي تبلغ النصاب. النصاب ده 85 جرام ذهب عيار 21. لو أنا معايا فلوس عدت عليها سنة بحالها ما جيتش جنبها وما استخدمتهاش ووصلت ل 85 جرام ذهب سعرها، يعني مثلا 85 جرام ذهب دول مثلا يعملوا 200 ألف جنيه. أنا معايا مثلا 200 ألف جنيه من السنة دي للسنة اللي بعدها، وجت مثلا السنة وأنا معايا الفلوس دي وما صرفتش منها حاجة، ساعتها أطلع الزكاة. يعني بتكون من الحاجة الزايدة عن ايه، عن الحد اللي مصرفش منها. انما الصدقة لا بقى، دي اكل شرب فلوس ضحكة وتبتسم كده في وجه اخوك، كل ده اسمها صدقات. ملهاش اي وقت، لا ملهاش اي مقدار، لا اللي انت عايزه. ممكن ذكرت في القرآن كلمة صدقات يقصد بها الزكاة عادي، يعني كلمة الصدقة دي يعني مثلا ربنا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، دي المقصود بهنا مش الصدقه العاديه، المقصود بها الزكاه. طب نفرق بيناتهم، ان الزكاه ركن من اركان الاسلام، انما الصدقه دي حاجه تطوعيه ليها ثواب عظيم. الزكاه بتكون على الفلوس والذهب والفضه والزرع والثمار والتجاره والبقر والغنم والابل، انما الصدقه ملهاش حاجه معينه، ممكن تصدق باي شيء، فلوس، هدوم، أيا كان. الزكاة ليها مصارف وتكون مصارف الزكاة 8، أما الصدقة لأي إنسان أي شخص وملهاش مقدار معين. طب الصدقات أو الزكاة بتكون لمين؟ للفقراء والمساكين وفي سبيل الله، والفقير اللي هو ما عندوش حاجة خالص، المسكين اللي هو معاه يكفي حاله بس مش قادر يكمل في سبيل الله أي شيء، مثلا بناء مسجد، رصف طرق،
والعاملين عليها اللي هما بيجمعوا الزكاة، وابن السبيل يكون مسافر ومش عارف يرجع، والمؤلفة قلوبهم اللي هما لسه داخلين الإسلام، والناس اللي معاهم عليهم ديون ومش عارفين يسدوها، وفي الرقاب بالفك أسرى الحروب. جميل، لغاية هنا كده، وده كان المحور الأول أو المحور الثالث. هنقفل اللينك وندخل مرة كمان وناخد المحور الايه الرابع. يلا بينا، السلام عليكم. هو اللينك اهو، المايكات تاني، واللي انتوا تأمروا بيه هفتح لكم مايكات في آخر الحصة، واللي انتوا عايزينه وعند لكم عليه من عناية الاتنين. خلاص يلا بينا، تمام. هنكمل بقى كتاكيتي. هنا بيقول لي ايه، بس كده عشان اظبط الدنيا. المحور الرابع او المحور الثاني، الترم دوت معانا، وما بكم من نعمة فمن الله. بيوضح لنا هنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده وجميع المخلوقات بكل شيء، فيجب علينا ان احنا نعترف ان ونسلم ان كل شيء او كل النعم اللي احنا فيها من عند الله سبحانه وتعالى. جميل. هي النعم الظاهرة زي الحواس بتاعتنا، السمع والبصر والتذوق واللمس، العقل، الأسرة، الملبس، المسكن، الأمن، مش هنقدر نعدها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش هنقدر نجمع قد إيه النعم اللي ربنا عطاها لنا. في نعم بقى تانية اسمها النعم الباطنة. إيه هي النعم الباطنة دي؟ نعم مش بنشوفها بعينينا، زي الهداية، الراحة، البركة، كل دي إحنا بنحس بيها، بنشعر بيها، لكن مش بنشوفها بعينينا. بستشعر النعم ربنا حوالينا. عشان كده لازم ان انا مثلا ساعات الانسان ما ياخدش باله ان هو ربنا بينعم عليه مثلا ان هو عنده صحة، لكن لما بيجي لنا مرض بنعرف قد ايه ان الصحة مهمة. فعشان كده يجب ان احنا نستشعر نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى ونحمده عليه. الدرس اللي بعده، اشكر النعم ازاي. ان انا احاول ان اتصدق بجزء من النعم اللي ربنا عطاها لي دي لغيري. انا مثلا اتصدق بالصدقات، باعمال الخير، اساعد اللي حواليا، ومن يستر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. يعني مثلا حد، انا واحده، واحد واخد مني فلوس، يسرها عليه، تمام، هو ده يعني جعله نصيب من الاموال ديت. فده ربنا سبحانه وتعالى بيتعلم قد ايه اهميه الصدقه، وقد ايه فضل قضاء حوائج الاخرين داخل المجتمع. جميل. الله تعالى سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور، والشكور هو الذي يتقبل عملنا المشروع، يعني ربنا راضي عنه ويكافئنا كمان عليه. من صفات العمل ده إن يكون مشروع، يعني حاجة ربنا راضي عليها، وعمل مشروع يعني عمل يكون ربنا موافق عليه هو والنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خالص لوجه الله. يعني أنا مش عايز الناس تقول عليا كذا، لا، أنا بعمل ده لله سبحانه وتعالى. ازاي ربنا بيشكرني؟ ان هو بيديني الثواب، والضاعف لي الثواب، ويديني دخلني الجنة، وان ممكن يكون عمل قليل لكن ربنا بيديني عليه ثواب كبير جدا. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. كمان اشكر انا بقى ربنا ازاي؟ اشكر ربنا باللسان والقلب والجوارح. أشكره باللسان إن أنا أقول الحمد لله، أو مثلا أقول من أذكار الصباح والمساء، اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من الخلق فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر. كذلك بالقلب، إن إحنا نسلم إن كل اللي عندنا دي من نعم ربنا، ونستشعر نعمة ربنا علينا. كمان الجوارح، إن أنا بكل حاجة في إيدي، جسمي، أتحرك، أروح وأجي، أعمل لربنا قال عليه من طاعة، وأبعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. طب شكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لو حد عمل لي حاجة بشكره وأثني عليه بالكلمة الطيبة وأشكرهم على معروفهم، فده من شكر ربنا سبحانه وتعالى. الدرس اللي بعده، سورة الغاشية، طبعا مهم قوي، وحبايبي ولادي سمعوها، ربنا يخليهم لي يا رب. السنة دي كان سنة رابعة جمال، مع إنهم كانوا أشقياء، طلعوا عيني الحمد لله. إلا ليه حفظنا وكنا زي الفل. كان عندي سورة الغاشية، سورة مكية، نزل بها سيدنا جبريل على سيدنا محمد في مكة.
كلمة الغاشية باسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشى الناس بأهوالها، بتغطي على عينين قوية مش سهلة، اللي هو يوم القيامة. طبعا لازم نعرف المعاني بتاعتها ولازم نحفظها كويس جدا، ونعرف إن كل جزئية فيها بتتكلم عن إيه. إن ربنا في الأول بيتكلم عن عذاب هم الناس اللي هم الكفار، بعد كده بيتكلم عن النعيم ووصف الجنة وقد إيه إن فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة، وعشان يخلي الإنسان يحب يروحها. وبعدين هنا دلائل قدرة الله، أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى السماء، إلى الجبال، إلى الأرض. فكل دوت أمر كمان في الآخر للنبي بتبليغ الرسالة. إنما فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. فهنا آية وصورة من الصور الجميلة جدا جدا. هنيجي بعد كده للأحكام النون. خلصنا الإدغام، دلوقتي دخلنا على الإقلاب. الإقلاب بيكون في حرف كلمة واحدة أو كلمتين، لكن إحنا قلنا الإدغام بتكون في كلمتين. الإقلاب إن أنا ألاقي نون وراها به بس كده، حرف واحد بس، هو حرف الإيه؟ حرف الباء بس، ألاقي تنوين أو نون ساكنة وراها به، أعمل إيه مس؟ أقلبها الميم. بشوفها إزاي في المصحف؟ بلاقي في المصحف الميم دي اللي انتوا شايفينها قدامكم، ميم اللي هي نازلة لتحت كده. الحصة متسجلة يا حبيبتي وهنزلها حالا بعد ما نخلص على طول. تمام، بلاقي الميم دي كده هوت لتحت، أعرف على طول إن دي إيه، إن هنا ده اسمه إقلاب. أقولها إزاي؟ الأنبياء سميع بصير، من بعد بس كده، إن أنا أطبق ان انا اقول الميم مع ايه، مع وجود غنة بس. ادي درس الاقلاب خفيف ما فيهوش اي شيء. الدرس اللي بعده الاخفاء. انا كده قلت في عندي اظهار وادغام واقلاب، دخلنا على الاخفاء. طب يا ميس الاخفاء بتكون ايه؟ قال لي بيكون في 15 حرف، 15 حرف. طب انا مش هقدر احفظهم، عشان كده حطهن في بيت. اول حرف في كل كلمة هما دول الإخفاء. طب يا تيتشر أنا دلوقتي إزاي هعرفهم؟ أنا نسيت مش هقدر أحفظ ال 15. أقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الإزهار 6، همزة وهاء عين وحاء غين وخاء. الإدغام في كلمة يرملون، والإقلاب حرف واحد. لقيت اللي هو الب، لقيت حاجة غير يرملون أو همزة وهاء عين وحاء غين وخاء أو الب، ساعتها بعرف على طول ده حرف من حروف الإخفاء. طب اعمل ايه؟ اكني بجمع الحروف مع بعضها شبه الادغام، ولكن مش بطبق اللسان، مش بقفل شفايفي على بعضهم، اكني في هوا، او اكني حط قلم بين شفايفي. بقولها ازاي؟ ريحا ريحا، مش ريحا لا، ريحا صرصرا ان جاءكم امدادا انزل خالدا فيها قوما ضالين. على حسب انا بشوف الايه، سواء كان تنوين او نون ساكنه لقيتها من وراها حرف من حروف الاخفاء، مش بوضح النون اصلا ان هي موجوده، ولكن بعمل غنه دليل ان في نون، لكن مش بنطقها نطق كامل. بس كده كانت الجزئيه الاولى. السير والشخصيات. عندي الإسراء والمعراج، رحلة مهمة جدا جدا جدا، حدثت فعلا. الرحلة دي مش خيال ولا رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا 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 لا، ده فعلا النبي أسري بجسده، وزي ما بيقولوا بشحمه بلحمه كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت اشتد كفر ان هم قريش، واشتد إيذائهم للنبي والمسلمين، فكانت دي زي مكافأة كده للنبي صلى الله عليه وسلم قد إيه إن هو تحمل أذى قريش. فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ركب على حاجة اسمها البراق. البراق ده دابة بين البغل والحمار، حاجة كده شبه يعني بين ده وبين ده، وكان ليها جناحين. ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. استغرق الرحلة دي من مكة من المسجد الأقصى بتقعد شهور، لكن انقطعها في ثواني معدودة. دخل المسجد الأقصى وربنا سبحانه وتعالى أحيا الأنبياء كلهم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إمام. ده بيدل على إن كل الأنبياء دينهم دين واحد وهو الإسلام.
بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الأقصى، عرج به إلى السماء، صعد بقى لكل سماء من السماوات السبع، وهناك بقى شاف وكل سماء نبي، التقى سيدنا آدم وسيدنا عيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم، وكلهم رحبوا بيه وأقروا واعترفوا إن هو نبي وصدقوا عليه. وصل لحتة اسمها سدرة المنتهى، دي شجرة عظيمة قريبة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، عرض على الله وهناك فرض ربنا عليه الصلاة. رجع لمكة صباحا، ولما أخبر الكفار برحلته بيت المقدس وعروجه للسماء كذبوه، فربنا قالوا لهم يعني عشان يعجزوه قالوا له طب اوصف لنا بيت المقدس كله. ربنا أظهره قدامه وصف ووصف دقيق، بالرغم من كده أصروا على تكذيبه. هنا بيقول لك دي معلومة زيادة، إن لقى النبي سيدنا جبريل، هو سيدنا جبريل في السماء الأولى كان سيدنا آدم، في السماء الثانية كان سيدنا يحيى وعيسى، في السماء الثالثة سيدنا يوسف، وفي الرابعة كان سيدنا إدريس، في الخامسة كان سيدنا هارون، في السادسة كان سيدنا موسى، في السبعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا أبو بكر أول ما المشركين راحوا له قالوا الحق صاحبك بيقول كذا وكذا، بيقول إن هو راح بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، قال لهم أنا نزلته، أنا صدقته في اللي ربنا أنزله من السماء، مش هصدقه في ده. عشان كده سمي ساعتها بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. هنيجي يعني للدرس اللي بعده، مهم أوي الدرس ده، مهم أوي الدرس اللي جاي ده، بيعات العقبة الأولى والثانية، مهمة عشان فيه اختلافات كتيرة وبيوقع، ركزوا معايا شوية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان حريص إن هو كل ناس كانت تيجي تعمل حج في مكة موسم الحج يعرض عليهم الإسلام، منهم اللي بيؤمن ومنهم اللي بيعرض عنه وبيسمعش كلامه. لكن في العام ال11، نركز ال11، 11 من البعثة، النبي بعث هو عنده 40 سنة، يعني ساعتها كان عنده 51 سنة، شاف 6 من شباب المدينة، شباب يثرب، آمنوا بيه ووعدوه بأن هم هيدعوا قومهم. طب آمنوا بيه ليه؟ لأن يثرب كان فيه يهود معاهم عايشين، وقالوا إن فيه نبي هيجي في آخر الزمان، فلما سمعوا كلام النبي لقوا فعلا إن هو نبي من عند ربنا، فصدقوا وآمنوا وراحوا في الفعل يثرب، وقالوا للناس كلها في المدينة إن في الرسول ده فعلا ظهر. في موسم الحج اللي بعد كده في السنة 12 من البعثة، جه بقى وفد كامل من يثرب، كان عددهم قد إيه؟ 12، مش بس إيه، مش بس 6، وكلهم كانوا عايزين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. قابلهم في حتة اسمها العقبة، عشان كده اسمها بيعة العقبة، يعني البيعة الاتفاق، أمنوا وقالوا إن إحنا مش هنشرك بالله، مفيش سرقة، مفيش كذب، مش هنعصي أمر النبي، مش هنقتل أولادنا، وده كان زمان أيام كان بيقتلوا البنات، كان أي حد يتولد له بنت كان بيقتلها. المهم بايعوا النبي على كل ده. ال12 راجل رجعوا يثرب للمدينة، كان معاهم أول رسول، أول سفير في الإسلام. يعني إيه سفير؟ يعني هو رايح يعني النبي قال له روح هناك وادعوا الناس بقى للإسلام، كان اسمه إيه؟ مصعب بن عمير. راح معاهم وكان سبب في إسلام كتير جدا من أهل يثرب. الكلام ده كان سنة كام يا مس؟ كان سنة 12 من البعثة. المهم في موسم الحج اللي بعده سنة 13، بعد سنة واحدة بس، جه لمكة 73 رجل وامرأتين، 75 إنسان جم للقاء النبي، وتم الاجتماع بالعقبة ليلا، وقالوا له تعالى عندنا وإحنا متخافش من أي حاجة، وإن هم هينصروه وهنبذلوا أرواحنا وأموالنا من أجل نصرة هذا الدين الرائع. تمت بيعة العقبة على السمع والطاعة والإنفاق في سبيل الله وقول الحق ونصرة النبي والدفاع عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ده كان إيه من ضمن بنود البيعة. النبي اختار 12 واحد منهم ينشروا الدعوة في الإسلام في المدينة، وإن أي حد يسلم يقولوا له بنود البيعة دي.
ما هدف الحركة دي؟ إن المدينة أو أكتر أغلب الناس اللي في المدينة يؤمنوا بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا أمره إن هو يهاجر للمدينة بعد معاناة دامت 13 سنة من العذاب والاضطهاد على أيدي كفار إيه؟ قريش. فاستقبلوه طبعا، وأنتم عارفين قصة استقبال النبي في المدينة. نيجي بقى للصحابي الرائع جابر بن عبد الله. ولما يكون في عندي سيرة زي كده لازم أركز إن كل حاجة فيها أنا بتسأل فيها. يعني إيه مس الحتة دي؟ يعني أنا بتسأل في كل جزئية، يعني لازم يكون قلمي في إيدي ومركز أوي 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 على كل حاجة. جابر بن عبد الله من يثرب، أنصاري من يثرب، أبوه عبد الله بن حرام، وكان هو وأبوه الاتنين شهدوا بيعة العقبة الثانية 13 من البعثة، يعني هما كانوا من ضمن 73 واحد اللي راح، ونشروا الإسلام حتى هاجر النبي إليه. استشهد عبد الله بن حرام في غزوة أحد، وكان عليه دين ثمار من النخل اللي كان واحد يهودي عليه إيه قال له هديها لك. لما مات طلب جابر منه من اليهودي ده اديني شوية وقت عشان أسد دين أبويا، قال له لا أنا عايز الفلوس بتاعتي. أصر إن هو يسترد دينه فورا، راح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له اشفع لي عند اليهودي. راح النبي لليهودي، كانش يعني هو كان بيساعد تملي أصحابه، لكن برضه اليهودي رفض، طول عمرهم ولاد يعني قلوبهم فظيع. فجابر توجه النبي صلى الله عليه وسلم لمكان النخل ومشى كده فيه، فبص لقى ان الثمار اللي موجوده مش هتكفي سداد الدين. فالمهم قال له اقطع الثمار، قعد يقطع 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 والنبي يدافي فيها بالبركه. اللي كانت المفاجاه ان الثمار زادت، فاعطى اليهودي نصيبه وتبقى كمان معاه ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله شهد كل الغزوات مع النبي ما عدا غزوتين بدر وأحد، وقد أراد الاشتراك إلا إن والده منعه من الخروج لأن كان عنده 9 أخوات، 9، وكانت أمهم معاهم، يعني 10 أنفار، كما شارك بعد وفاة النبي كمان في الفتح الإسلامي للشام. روى جابر بن عبد الله حديث النبي، روى قد إيه؟ 1540 حديث. بص قد ايه حديث، 1500، 1500. عرف عنه الاتقان والاجتهاد في جمع الاحاديث، حتى ان هو سافر مره من المدينه للشام رحله استغرقت شهر عشان يقابل واحد اسمه عبد الله بن انيس، ان سمع حديث عن النبي فهو راح بنفسه لغايه عنده عشان يتاكد هل هو فعلا سمعه ولا لا. فكان عالم وفقيه، وكانوا الناس بيستفتوه في امور دينهم لدرجة إن هم سموه مفتي المدينة. اسمه إيه يا جماعة ده؟ جابر بن عبد الله. الدرس اللي بعده آخر جزئية، الحمد لله، الصدقات، أنواع الصدقة. الصدقة ممكن تكون باللسان، ممكن يكون بالمال، فكل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، عدلت بين 2 متخاصمين ادي كده صدقة، تعين الرجل في دبته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه، تساعد حد صدقة، ان انت تتكلم بالكلمة الطيبة صدقة، ان انت تروح للمسجد بكل خطوة صدقة، تشيل الاذى من الطريق صدقة، كل ده تصدق بالمال، تصدق بكل شيء، كل دي اسمها صدقات. كمان إطعام الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته على من لم تعرف، تسلم على أي حد تشوفه، الضحكة في وش أخوك صدقة، إن أنت تبشره وتريحه، كل دي صدقات بتؤدي للرحمة بيننا وبين بعضنا. الدرس اللي بعده آداب الصدقة، إنها تكون خاصة لوجه الله طبعا، وتكون من مال حلال، وما يكونش وراها من وأذى، وادي وادي للراجل كده وانا قرفان من نفسي، بص بيعمل ازاي، ما ينفعش الكلام ده، لازم يكون فيه اسلوب طيب ويكون راضي. ان انا ما استهنش بصدقه لو كانت قليله، النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمره، بنص بلحه صدق بيها طلعها لوجه الله.
وطبعا احلى حاجه ان انت يعني تخلي الصدقه بينك وبين نفسك وربنا، محدش يعرفها، لكن ربنا قال وان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. برضك لو انا بعمل الصدقه دي عشان اخلي غيري يشوفني وانا بعملها عشان يعمل زيي، دي ممكن، لكن ما يكونش في قلبي انا بعملها عشان الناس تقول عليا ان انا بعمل الحاجه دي. الحج طبعا فرض من الفرائض الكبيره جدا من اركان الاسلام الخمسه. أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. واجب على كل مسلم بالغ قادر ماديا وجسديا يتحمل السفر وتكاليف الفلوس، يعني تؤدى مرة واحدة في العمر، ممكن يكررها لكن هي مرة واحدة عليك في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة الحج يعني قصد أو التوجه إلى بيت الله الحرام، أعمل حاجات معينة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. بناء الكعبة أمر ربنا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل برفع قواعد البيت، والكعبة هي أول بيت بني لعبادة الله سبحانه وتعالى. وبعدين جاء أمر الله سيدنا إبراهيم إنه يدعو الناس إلى الحج، ومن هنا بدأت قصة الحج حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بيجي إمتى الحج؟ ليه زمان معين ومكان. مناسك الحج من يوم 8 إلى 12 ذي الحجة. شهور الحج بتكون شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، دي اسمها شهور الحج. المكان مكة المكرمة، بيبدأ الإنسان المسلم بالإحرام، يطوف طواف القدوم، يسعى بين الصفا والمروة، يبات في منى، يجي تاني يوم الصبح يقف في عرفة يوم 9، يروح المزدلفة، يرمي الجمرات، وبعد كده آخر حاجة طواف الإفاضة، وتكون إيه بعد كده بيكون في طبعا رمي الجمرات، يخلص الجمرات بتاعته، وبعد كده طواف الإيه الوداع ويسافر ويرجع بلده. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ملهوش جزاء إلا الإيه إلا الجنة. العمرة زي الحج، ولكن العمرة ملهاش وقت معين، لها ثواب عظيم جدا طبعا عند ربنا. الفرق بين الحج والعمرة، الحج ليه مكان معين وقت معين، وأهمه الوقوف بعرفة. حكم الحج من أركان الإسلام، لكن العمرة دي ثواب، ليها ثواب لكن مش ركن، مش ركن من أركان الإسلام. الاتنين بيقصدوا البيت الحرام، أي نعم. الزمان يؤدي المسلم الحج في وقت معين من 8 ل 12 ذي الحجة، إنما في أي وقت العمرة كلهم بيعملوا، بس ما عدا الوقوف بعرفة بس بيختص بيها الحج غير الإيه؟ غير العمرة. جزاكم الله كل خير، ربنا يوفقكم. طلب منكم طلب واحد بس، الناس اللي قعدت معايا الترم كله أنا بشكركم جدا على مجهودكم معايا وتعبكم. ممكن أكون شديت عليكم في أشياء يعني عشان بس مصلحتكم، بس ربنا ما يعني يجعلني دايما معاكم، بحبكم قوي قوي وبشكركم جدا. انا هفتح المايك، جزاكم الله كل خير، واتمنى طب بس مثلا انت تدعوا لي. تبعتي يا مثلا تسجيل بتاع الحصة على حالا الجروب حالا هبعت عشان هبعت حالا يا في نص الحصة، عيني. دخلتي في نص الحصة. ماشي يا عسل، عيني، سلام شكراكم والله، توحشوني جدا، يا مثلا ادم، يا مثلا يا مثلا ادم، هتوحشوني قوي قوي قوي. سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مثلا ادم، يا مثلا تنسيتيني يا مثلا سلام يا بسرعة، مصر، مع ألف باي. سلامة، مع ألف سلامة.